ألف مبروك ألف مبروك. البنات المنيلة اللي مغلبة أبوها وأمها اللي مغلبينهم في جهازكو، حرام عليكم، انتوا بتجهزوا كل ده ليه؟ ده انت لو هتتجوزي أربعة مش هتجهزي الجهاز ده كله، ده انت أبوك وأمك فلسوا خلاص. معقولة يا جماعة سبع طقومة حلل أروح عشان أجهز نفسي أروح أجيب سبع طقومة حلل؟ ده انت لو هتعملي مائدة رمضان كل أسبوع مش هتستخدمي الحلل دي كلها، وحلل سيراميك وحلل جرانيت، وانت بتبني عمارة ما تجيبي حلة بقى على المحارة بقى وانتوا تشطبوها براحتكم، وبالمرة تركب بلها نجفة عشان تنور لك الاكل عشان يبقى منور كده وحلو عشان تيجي تحطيه ايه ستوري على الانستا بتاعتك. انتوا خلاص اتهبلتوا. لا وقال ايه عشان الحلة دي حلوة والاكل ما بيلزقش، ما ان شاء الله عنه امه ما لا ما يلزق، هي جت على الاكل ما لزقش ما يلزق الاكل، ايه المشكلة لو الاكل لزق؟ هو انت بتعتقي؟ ما انت بتاكلي المحشي بالقعر بتاع بتلحسي الزيت لما بيحمر الحته اللي تحته وبتاكلوا بتلحسوها، هو انتوا ربربتوا من شويه بعدين خلاص عامله فهيمه قوي في الاكل ما شاء الله، عامله لي فيها شيف الشربيني في بيتك، ما انت كنت ما شاء الله سايبه امك طفحه الدم وانت نايمه على النت كل يوم ونايمه، وفي الاخر بتروح تبعتي تجيب الاكل بتاعك دليفري فيها بيت. ده غير بقى ما شاء الله الطقم الصيني والبايركس والاركو بايركس والكاركو بايركس والشفاشاكس والكوبا اكس والسكاكين اكس والمعلى اكس والكلين اكس والسيكا سيكا بيكا بيكس في ايه؟ لا ونخلص بقى من الحلل نخش في الفوط، 50 فوطه ايه 50 فوطه يعني؟ هتنشف العماره كلها، ده انت لو هتتكفين انت وجوزك بيهم عليا النعمه ما هتجيبوا 50 فوطه، ده هي فوطه واحده ولو غسلت وشك اصلا. لا واتنين بورنس، اتنين بورنس، انا بورنس والعليس بورنس، بورنس بورنس ايه؟ ليه اتنين بورنس؟ البسوا في الفرح انت بورنس وهو بورنس وكل واحد يوم يرقص، ده ابوكي من ساعه ما بيجهزك يا عيني ما استحماش لحد دلوقتي، الراجل عمال يلف على كعب رجله عشان يجيب لك بقى هنا وبالقسط ومن هنا ومن هنا عشان خاطر ايه سياده البورنس يتجوز، ما استحماش الراجل لحد دلوقتي، وانت تقولي اتنين بورنس انا وهو بورنس والشبشب بتاع البورنس واللي ايه؟ لا وخلصنا من البرز دخلنا في 60 60 ملايه، ايه 60 ملايه يعني؟ ليه؟ عريسك بيشخ على نفسه كل يوم 60 ملايه وفي الاخر هتخش لك امه تعمل لك لفه في البيت، تلف لفه تعمل لك فيها المفتش كرومبو وتقعد تفتش في الحاجه وتقول لك والقماشه دي مش حلوه قوي يا بنت مش حلوين زي ما كان، انا جبت البنت احسن منهم بكتير، مرات اخوه جات لي وانا نزلت واخترت معاها وعملت معاها، انت خليكي كده مع نفسك كده، غير بقى هتقعد تفتش لك في كل حاجه في الدواليب بقى وفي وبعدين انت مالك يا حاجه؟ انت مالك تجيب اللي هي عايزه تجيبه؟ انت عماله تدوري وتدعبسي وتعدي ليه؟ ان شاء الله ياكلوا في البوتي بتاعت البيبي بتاعت الاطفال، انت مالك يا حاجه؟ الله ده انت حامه نوتي خالص. نخلص بقى من حماتك النوتي ونخش ما شاء الله 70 طقم ملابس داخليه، ليه ده هو طقم واحد اللي هتلبسيه انا عارفه، بعد كده طول الشهر هتدودي انا عارف دودوا تقعد تشتكوا من بعض بعد كده ولسه بقى ما انت مش هتبقي فاضيه بعد كده بقى خلاص ربنا يكرمك بعيل ولا يكرمك ليه بعيل، ما انت ممكن تجيب العيل في الجهاز بالمره، حملي بقى على ابوك وامك بالمره وهاتي العيل بالمره، اقول لك حمليه من على النت يا بت، حملي الواد من على النت واختاري اللي انت عايزاه بقى، اختاري شعره طويل عينيه زرقاء، اختاري اللون اللي انت عايزاه من الاطفال وحمليه، بس اهم حاجه يكون نت سريع خلي بالك بقى عشان العيل ما يبكسلش هو نازل ويبقى نصيبه بقى لو النور قطع ما شاء الله يدل على العيل ناقص ولا حاجه مش ناقصه نازل رجل نازل ايد ناقصه، وحظ امك بقى لو في فيروس بقى العيل يموت بقى قبل ما تحمليه، خلاص كده موتيه بايدك بقى وروحي حملي عيل من جديد، طبعا ده كله طبعا على حساب الباقه بتاعت البيت اللي ابوك وامك برضه بيدفعوها من ضمن حاجات الجهاز، ما انت ابوك ده خلاص ما شاء الله، وبعد كده ما شاء الله بعد ما تجيبي ده كله وتطلع عينهم كلها تروحي يومين ثلاثه وتيجي متطلقه، واي اسباب تافهه بقى اتطلقتي ليه يا بيت؟ ليه مال؟ بصي خلاص لا 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 مش كويس مش كويس مش كويس خالص بيشخر وهو نايم بيشخر وهو نايم، ده انت هتسمعي احلى تشخير من ابوكي بعد المصاريف دي كلها. ايه دعاء طلعت؟